شهدت محافظة المنيا احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، حيث توافد المئة على ميدان الثلاثين من يونيو بوسط مدينة المنيا. وأعرب المشاركون في الاحتفالات عن فرحتهم التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وأكدوا أن العالم وقف احتراما للشعب المصري الذي عبر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره، بالإضافة إلى جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، وكانت نتاج هذه الثورة لتحقيق البناء والتنمية. احنا جايين النهارده نشارك فرحة الشعب المصري في المنيا بأعياد 30 يونيو، الثورة لإعادة الكرامة والعزة لشعب مصر جميعا بخيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانتم طيبين، واحنا بنحتفل النهارده بثورة 30 يونيو اللي لولا قيامها ما كناش وصلنا للمرحلة دي. واحنا بنشكر القيادة السياسية والرئيس وعلى اللي احنا وصلنا له ده. نحتفل في 30 يونيو ثورة الشعب، الثورة اللي صححت مسار مصر كله، الثورة اللي عدلت مسار مصر في التنمية وفي الرخاء وفي كل شيء. بشكر القيادة السياسية على الإنجاز اللي عملته في حياتنا وعلى مبادرة حياة كريمة وعلى الحاجات الجميلة اللي عملتها للدولة من أول بداية من التطوير في كل حاجة، في الصحة، في الشباب والرياضة، في التعليم، في كل المجالات. لينا الشرف إن إحنا بنحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة 30/6 اللي قعدت لنا بلدنا مصر والحمد لله، وبنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ربنا ألهمه ووفقه بمساندة الشعب إن إحنا نعيد بلدنا لينا